في أي رواية تقرأ؟ في رواية وحش النافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا وترجون من الله ما لا يرجون. وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف، بسم الله الرحمن الرحيم، ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا
أكنافهم فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وله كل شيء وأمدت أن أكون بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم فبأي آلاء
فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان ربكما تكذبان